الإخوان، السلام عليكم. تنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وتحية لجميع المتتبعين تاعنا في المكان. كما كتشوفوا في هذا الفيديو، كاينين هاد الطيور اللي تاروا الانتباه ديالي من حيث لمعان الريش وكمال الريش، ولهذا حاولت نتقاسم معكم في هذا الموضوع كمال الريش ولمعان الريش ديال الطيور اللي كنربيوها احنا وكيفاش تحصل عليها. فبالنسبة بصفة عامة، علاش هاد الطيور ديال الطبيعة كتميز بكمال الريش ولمعان الريش نظرا للاكل اللي كتاكل من اختيار نفسها؟ ما تتاكلش اش كيفرض على شي واحد. وثاني حاجه، المكان اللي كتجلس فيه ما كيكونش مكان مفروض لها، وبالتالي تختار المكان الذي يناسبها، بالاضافه للمساحه اللي عندها فين تطير وما كيتحتكش الريش ديالها مع شي بلاصه اخرى. هذا هو اللي كيخلي ان الطائر يكون عنده كمال الريش ويكون عنده لمعان الريش، عكس الطيور اللي كتواجد في الاقفاص. فهاد المشاكل انك كتفرض عليهم المكان وكتفرض عليهم الاكل اللي كتعطيهم، وكيكون ديك المساحه اللي كتكون ضيقه، وبعض المرات كاين اللي كيتهرس له الريش، كاين الريش كيتحكم على شي حاجه، وبالتالي اللمعان ما عمرك كتحصل عليه كامل 100%، وما عمرو كيكون داك الريش واصل للذروه نتاعو، كنقص في فيتامينات، كنقص مكملات غذائيه، كنقص في 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 الاكل. ولو اننا كنقدروا نقدموه وكنشريوه، ما عمرنا ما تنحصلوا على الطيور بحال هاد الطيور اللي كتكون في الطبيعه من حيث كمال الريش. والناس اللي كيربيو دجاج الزينه راه كيلاحظوا هاد الامور. دجاج الزينه اللي تيكون في الاقفاص ما تتميش بلمعان الريش. وإلا بغيتي تتاكد، خود بعض الديوك، مثلا كنقولوا ديك، من مثلا ماشي سلاله معينه، سواء الفيومي سواء الاسترالوب سواء هكا، وطلقوا في الطبيعه وشوف لمعان الريش كيفاش غادي يكون، وشوف هذاك الديك الريش ديالو كمال الريش كيفاش غادي يكون. راه ديجا رحت واحد الفيديو هنا اللي يمكن غير شورت، غنخلي لكم في صندوق الوصف، يمكن لكم تطالعوا عليه باش تعرفوا بالضبط لمعان الريش وكمال الريش ديال الحاجه اللي كتواجد في الطبيعه علاش تيكون، عكس طيور الكناري، عكس طيور الحسون، عكس دجاج الزينه اللي محبوس في الاقفاص. والاخوان، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، والله يوفقنا ووفقكم جميعا، وما تنسوش دعمونا وتبارطاجيو وتلايكيو الفيديو، وتحية للجميع. Thank you.